اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات كتابة الاغاني. عايزين النهاردة نعرف حاجة حلوة قوي. هنتكلم عن حاجة اسمها التقسيمة. يعني ايه التقسيمة؟ هنشوف على الورق دي جديد بقى، هنعمل حاجة جديدة النهاردة. ازاي نقسم الاغنية؟ لو انت عايز تقسمها مثلا، هل انت عايز تعملها رباعية ولا عايز تعملها حاجة مختلفة خالص؟ ولا لو انت مثلا عندك تيمة خلاص بتسمع التيمة وتكتب قدها وخلاص. او ممكن تعمل حاجة اسمها التقسيمة، بترسم شكل كروكي كده معين على الورق، يعني هنشوفها مع بعض دلوقتي، وبعدين تبتدي تكيف على قد اللي انت رسمه ده. كلام هنشوف بقى ازاي نحط مثلا الفكرة، وعلى اساس الكروكي اللي احنا رسمناه ده ازاي نبتدي نتعامل مع الموضوع ده. فطبعا هنجيب مثلا ورقة، نكتب مثلا الفكرة اللي هنكتبها، عايزين نكتب مثلا كلام حب، وبننقي كلام الحب عن كذا 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 زي ما احنا اتفقنا بقى، بس كده بننفذ اللي احنا قلناه كأننا بنحل امتحانات بالظبط. وبعدين نجرب بقى نرسم الرسم اللي انا هوريكو تتعمل ازاي. دي كده حاجه عامله زي البازل كده، ممكن تقدر تظبطها ليها رسمه معينه كده وتملى الفراغات وبتاع، كأنك بتحل الكلمات المتقاطعه ولا حاجه. هتلاقي الموضوع طلع ظريف معاك وموزون وقد بعض وكده، وشويه حركات وكده. وبعد كده تقدر بقى ممكن نجيب اي اغنيه ونجرب نقسمها بنفس الطريقه اللي احنا اتعلمناها دي. في بقى 100,000 طريقه، يعني تعالوا نشوف مع بعض كده ازاي نقدر نتعامل مع الموضوع ده. طيب دي كده بقى الأغنية على الورق بتتكتب بالطريقة دي. بيجيلك طبعا الورقة بتاعتك الجميلة فاضية ما فيهاش أي حاجة. فأول حاجة وأنت بتكتب بقى، أو بتروح أعمل كده، أول حاجة الفكرة. فمثلا إيه الفكرة؟ هتكتب عن إيه؟ فهتكتب مثلا عن مثلا عتاب، أهو ده اللي بيتعمل بالظبط في الإيه، في الورقة. أو تكتب الفكرة هتبقى عتاب. عايزك إيه القصة اللي هنعاتب فيها؟ فتكتب أصلا فكرتك هتبقى إيه؟ إن مثلا إيه، ايه القصة اللي هنحكي عنها؟ اتنين سابوا بعض بسبب ان واحد فيهم مهمل، اهو يبقى اتنين سابوا بعض بسبب واحد فيهم مهمل، اهو يبقى ده كده الفكرة اللي احنا هنكتب عنها. بصوا بقى نعمل ايه اهو، بعد كده يبقى ده كده عندي الفكرة وعندي العتاب والكلام ده كله. تيجي هنا كده تكتب مذهب، وبعدين تعمل اي تقسيمة انت عايزها. اقعد الف بقى، اخترع، قول مثلا انا عايز اعمل ايه، مثلا 3 كلمات وبعدين شرطة، وبعدين 3 كلمات وبعدين شرطة، وبعدين كلمتين. كده انت عمال بتعمل كروكي، انت ولا بتفكر في الكلام ولا بتعمل اي حاجة. طيب دول كده لازم اعمل قدهم، تروح جاي في الحتة دي تعمل 3 كلمات شرطة، 3 كلمات شرطة، كلمتين. طيب الجزء ده خلص كده خلاص، تروح جاي بقى عامل بعد كده كاتب السينيو. ممكن تعمل نفس التقسيمة او ممكن تعمل تقسيمة تانية لو عايز حاجة مختلفة، وطبعا كل ده قابل للتعديل. افرض انت حبيت هنا كلمتين وبعدين جات لك 3 كلمات بدل كلمتين، خلاص زود واحدة وخلاص. السينيو ممكن مثلا اعملها 4 كلمات وبعدين شرطة 4 كلمات تانية، مثلا هنا 4 كلمات وبعدين شرطة 4 كلمات تانية، اهو يبقى ده كده الكروكي اللي بنرسمه. وبعدين هاجي هنا هكتب كوبليه، وهيبقى الكوبليه زي المذهب، يبقى 3 شرطات شرطة، 3 شرطات، 3 أهو. وبعدين الكوبليه هنكتب قده كده، شرطة كده أهو، شرطتين. أنت كده رسمت الكروكي بتاع الأغنية بتاعتك. تبتدي بقى تفكر في الإيه أهو، تعمل بقى سطر تحت كده، تفكر بقى إيه في الكلام اللي في العتاب. مثلا إيه، اتنين سابوا بعض مثلا بسبب واحد مهمل فيهم، يبقى تكتب مثلا كلمة إهمالك، هتكتب مثلا وبعاتبك، ده الكلام اللي انت عايز تستخدمه. هتكتب مثلا مثلا ايه، اللي مش مرتاح، يعني ان انا مثلا مش مرتاح في العلاقة دي ومتضايق مثلا، مضايقني، اللي انت حاسه في الكلام بقى. ايه كلام تاني ممكن يمشي عتاب، يعني القصة تتعمل على ايه؟ مثلا انت مهمل وان انا بعاتبك وان انا مش مرتاح ومضايقني، مش مهتم، ايه كمان، اي حاجات بقى في الكلام ده. ومن الكلام ده بقى تبتدي تملى الحاجات دي، الفراغات دي. فمثلا ايه، لو تعالوا نجمع حتى سطر ولا حاجة، مثلا ممكن نخليها مش مرتاح، يبقى مثلا هنا مش مرتاح، ادي مش اهي، وادي مرتاح كده، مش مرتاح مثلا تالت واحدة معاك، يبقى انت مليت الحته دي كده، كاني بالظبط بعمل بازل، بملى البازل. مش مرتاح معاك، يبقى انت مليت الحتتين دول. تعال نشوف الكلام من ده ينفع ايه تاني. بسبب اهمالك، بس تقيله قوي، مش مرتاح معاك. ممكن نشوف اي كلام تاني، مثلا نحط كلام زي ايه،
وتعبت خلاص منك مثلا، مش قادر اكمل اهو، مش قادر مثلا اكمل، طلعت كلمة تالية يبقى تزود هنا كلمة اكمل، يبقى لازم هنا تزود كلمة، وهنا لازم تزود كلمة، وهنا لازم تزود كلمة، يبقى كده كتبت سطر مش مرتاح معاك وتعبت خلاص منك مش قادر اكمل، فلازم ده يبقى قد ده، يبقى برضو لازم 3 كلمات 3 كلمات 3 كلمات. اي حاجة بقى مثلا مش عارف ايه مثلا وياك، فهي عشان تقفل معاك مثلا، ومش عارف ايه مثلا عنك، ومش عارف ايه اتحمل عشان الكلمات تقفل مع بعض، فمثلا انت ظبطت دي مع دي ودي مع دي ودي مع دي، فناقص لك هنا كلمتين هنا كلمتين هنا كلمتين. عارفين اللعب بتاعت زمان اللي هي الحاجات البازل واتوبيس كومبلي وبتاع والحاجات دي، اللي انت بتقعد تجمع حاجات وفي الاخر تبتدي تعدل عليها. السينيو بقى عايز تقول حاجة غير ده، هتبتدي بقى تكتب الفكرة بتاعتك هنا، انا عايز اكتب عن موضوع كذا 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 وحاجات زي كده، فتبتدي برضو تملى فراغات السينيو. طبعا انا مش جاهز بالكلام دلوقتي، بس دي الفكرة اللي هيتكتب بيها، يعني تكتب الحاجات السينيو، تكتب قده، يبقى كده عندك سينيو كام. بعد كده الكوبليه خلاص انت بقى عندك 3 كلمات 3 كلمات 3 كلمات، هتبتدي تعمل التقسيمة برضو في خلال الموضوع اللي انت عامله. طيب تعالوا نجرب على اغنية اصلا كلامها جاهز، يكون مثلا حد عامل اغنية قبل كده، ونشوف دي ليها تقسيمة ولا ايه. تعالوا نشوف مثلا ايه، يعني مثلا معاك برتاح بتاعت عمرو دياب مثلا، انا معاك برتاح بنسى كل اللي عدى وراح، والقى جنبك حياتي براح، اهو مثلا انا معاك برتاح، رحت عامل كده، يبقى قسمتها 3 كلمات، بنسى كل اللي عدى وراح، بنسى كل اللي عدى وراح، اهو يبقى بنسى كل اللي عدى وراح، فممكن يبقى دي انا معاك برتاح بنسى كل اللي عدى وراح، بقيت مثلا 4، والقى جنبك حياتي براح 4، وفي كلمتين تانيين مش عارف ايه هنا تقريبا هنا اهو، يبقى اتقسمت كده، يبقى انا معاك برتاح بنسى كل اللي عدى وراح. طبعا مثلا دول مش 4 كلمات، لا بس هم 4 كلمات في الايقاع، بنسى كل اللي عدى وروح تن 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 تن، والقى جنبك حياتي براح تن 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 تن، فمش معنى ان هم مثلا ايه 5 كلمات يبقى هم لازم اعدهم 5 او 6، لا لان مثلا ممكن الكلمتين مع بعض يتحسبوا في عده واحده. كده وبقيه الكلمات مثلا السينيو هنلاقيه مثلا نفس الكلام، كم مثلا عدى او حاجه زي كده. طيب تعالوا نشوف حاجه تانيه عشان دي برضو ايه كانت على ممكن تكون على تيمة او حاجه، فنشوف حاجه اسهل من كده شويه. نشوف مثلا ايه، نفكر مع بعض كده في اي اغنية تكون معروفة، مثلا هيعيش يفتكرني مثلا، انا قلت اللي محدش قاله، انا قلت اللي محدش قاله، مع ان خدناها قبل كده، بس نشوف مثلا ايه التقسيم، وعملت اللي محدش عمله، اللي محدش عمله، يفارقني انا راضي وماله، رقمي أنا راضي وماله، بكرة هيعرف غلطة عمر. طيب أنا قلت اللي محدش قاله، يبقى أنا قلت اللي محدش قاله، هنعتبرها 4، اللي محدش دي على بعضها، وعملت اللي محدش عمله، 3، يفارقني أنا راضي وماله، بكرة هيعرف غلطة عمر. ففي الآخر التقسيمة ما نعتبرهاش سطور بقى، هنعتبرها تقسيم، فبقت 1، لو خدناها كلها سطر 1 2 3 وبعدين شرطة، 1 2 3 شرطة، 1 2 3 شرطة، 1 2 3 4، يبقى دي 4، أنا قلت اللي محدش قاله وعملت اللي محدش عمله، يفارقني أنا راضي وماله، بكرة هيعرف غلطة عمر، فبقت 4 3 3 4. فبرضه في الكوبليه لازم نعمل نفس التقسيمه، فهي الفكره في التقسيمه دي ان احنا بنعمل كروكي كده زي ما انت عايز تكتب، مثلا ده مذهب ده سينيو ده كوبليه، تشوف بقى عايز تعملها اتنينات اربعات 2 و4 و5 مش عارف ايه، بس طبعا ما تطولش على قد ما تقدر يعني، عشان يبقى الموضوع حلو ما يبقاش الكلام كتير قوي. زي ما شفنا كده يعني الموضوع ده بيديني بس ايه فكره، ومش لازم نمشي بقى ان هي مثلا كلمه تبقى كلمه بالظبط، لا امشيها كلمه ايقاعيه، يعني مثلا ممكن يكونوا كلمتين صغيرين قد كلمه كبيره، بس المهم في الاخر يكونوا مالوا نفس الفراغ، فتعامل معاها على انها مثلا ايه زي مثلا كل واحده من دول صندوق مثلا بيشيل كيلو،
فانت يا اما حطيت الكيلو على بعضه يا اما حطيت نص كيلو ونص كيلو، نص كيلو ونص كيلو ده يعني ايه؟ كلمتين صغيرين بس مالوا الصندوق، يا اما كلمه طويله يا اما مش عارف كلمه فيها تفعيله، يعني المهم تملى الحاجات يبقوا قد بعض في الاخر. ففي الاخر بتطلع لك اغنيه موزونه، ونشوف القافيات اللي زي بعض ونشوف الحاجات ديت، يعني نظبط على قد ما نقدر. ده بس جايد بنقدر نرسم بيه الحاجه عشان تبقى عارف انت هتعمل ايه وبتفكر لها كويس والكلام ده كله. فعلى فكره دي طريقه برضو الشعراء المحترفين بيكتبوا بالطريقه دي. انا قعدت مع شعراء كتير جدا وناس يعني اسامي كبيره جدا، فشفت مين بيكتب ازاي ومين بيعمل ايه ومين عنده فكره معينه ومين بيألف في ستايل معين يكتب بيه كل حاجه. فيعني دي كده ايه، اسرار المهنه زي ما بيقول. بس هنحاول شويه ونشتغل وكده، وكل واحد برضو ليه طريقته، يعني مش لازم تفضل ماشي على الطريقه دي عشان تكتب اغنيه. ممكن انت مبدع وهيجيلك الكلام تروح كاتبه على طول، مفيش مشكله. بس واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده.